كل نجاح، بنشكرهم شكر كبير جدا، واكيد بنشكر كمان الكتيبه اللي موجوده خلف فتيات الذهب سيدات طايره الاهلي. الف مبروك يا كابتن كاتات. الحقيقه برضو مباراه يمكن راحت وجت، ولكن احنا كان لينا الكلمه العليا في هذه المباراه. عدت اسهل ما احنا كنا متخيلين. بدانا شوط راح مننا شوط واحد فقط، قدرنا ان احنا نسيطر على الشوطين المتبقيين. مجهود كبير طبعا بذلناه النهارده، ولكن الحقيقه احنا سعداء جدا بما حققوا، او يعني اللاعبات كمان شفنا اداء منهم كبير جدا، وشفنا كمان تحيتهم لجماهير النادي الاهلي اللي كانت موجوده النهارده في الصاله، على الرغم ان هم عددهم ما كانوش مقفلين الصاله زي نهائي طبعا الرجال، ولكن برضو كان ليهم الحقيقه يعني دعم كبير جدا، انه كانوا سبب في ان فتيات الذهب يوصلوا للفاينل بكره. الف مبروك يا كابتن كاتات. الله يخليكي، مبروك مبروك للكابتن طاهر، ومبروك لحضرتك. وشك كان حلو قوي على الباسكت وعلى الفولي، وش كابتن طاهر طبعا كان حلو على الباسكت والفولي. بتشجع اكتر مننا يا عم. مش قادره والله، انا ما كنتش قادره والله. مبروك الف مبروك جمهور درجه ثالثه. مبروك الف مبروك لمجلس الاداره بصراحه بقياده الكابتن محمود الخطيب، مبروك للجهاز الفني المحترم، مبروك للاعبات. وانا بخص بالذكر لليان اللاعبه البولنديه الجميله طبعا، فريق اللي هي حطت الثري بوينت، خلت الاستوديو كله قام وسقف وجهه. ده كان بصراحه نقطه التحول، ان احنا كنا متاخرين بثلاث نقاط وتعادلنا، وبعد كده دخلنا الشوط الاضافي الخمس دقائق بصراحه، فالحمد لله تفوقنا. مبروك للباسكت، مبروك النهارده لفريق الكره الطايره بصراحه. كابتن ابراهيم فخر الدين الف الف مبروك، والف مبروك كابتن محمود وزير، كل الجهاز الفني، عملوا ماتش اكثر من رائع. ازاي ان احنا كسبنا الشوط الاول وتاخرنا الشوط الثاني، قدرنا نحول التاخر ده ان احنا، وكان عندنا كمان بالمناسبه اصابه دعاء محمد لما اتصابت في الشوط الثاني وطلعت، نزلت سهيله بدلها والحمد لله ربنا وفقنا. ادت اداء جيد برضو. صحيح صحيح، ادت اداء جيد. عندنا كابتن ابراهيم النهارده ازاي ان هو قدر يلعب في التشكيل، وان هو يخلي المحترفه تقف بلوك قصاد اللاعبين رقم خمسة ورقم سبعة، وقفناهم النهارده في البلوكات يا كابتن زي ما حضرتك ما شفت. ويعني كان وطلع وطلعوه، يعني طلعوا اللاعبين دول من الملعب، وبعد كده بداوا يشاركوا تاني في الشوط الرابع، بس خلاص بقى كنا احنا مسكنا مقاليد الامور. فبصراحه تحيه لكابتن ابراهيم، تحيه للاعبات، لان النهارده هم واجهوا ماتش صعب جدا طبعا. انا شايف ان احنا لعبنا النهارده نهائي وبكره نهائي، فاحنا كده احنا لعبنا اتنين نهائي في زي ما بدانا طبعا. هو نهائي مبكر اكيد النهارده، لان بيب الكيني فريق كان صعب قوي جدا, جداً صعب. وطبعا صعب، والحمد لله ان احنا ما رحناش. قدروا يعوضوا بعد اذنك، ان قدروا يعوضوا الامكانيات البدنيه اللي الفارق، الامكانيات البدنيه الامكانيات الفنيه. وطبعا صحيح. انا هنا بقى النقطه اللي على الكابتن ابراهيم وكابتن محمود الوزير. صحيح. مش عشان هم ناس دفعتي وزمايلي من 40 سنة، إنما ده اللي حصل قبل كده في ماتش الزمالك أعتقد. أيوة. في الدوري مظبوط، ساعة لما كسبنا 3-0 واتغلبنا 3-0 وحط إيده على طبعا. مواقف أو اللي حصل بالظبط خلى تيتيانا تضرب من مركز واحد بالزبط. وده كان بالنسبه للفريق الثاني مفاجاه ان هي تضرب من المركز ده، فعبال ما بداوا هم عشان لسه هيمسكوها خلاص كان الشوط خلص بالزبط. والجيم كان خبره كبيره طبعا. صحيح. كابتن ابراهيم النهارده